بتعمل ايه يا سيف؟ بتحوش في الحصالة؟ انت شاطر وبتحوش في الحصالة. وريني وريني كده محوش كام؟ افتحها وريني وريني كده افتح وريني. ايه ده؟ ايه كل الفلوس دي؟ ايوه يا عم فلوسك دي. ماشي يا عم هتديني منهم؟ هتديني؟ ماشي يا عم متشكرين. وريني كده طلع الفلوس كده وريني. ايه ده كام ده؟ 10 جنيه. دي 10 جنيه؟ يا نصاب دي نص جنيه. وريني تاني. ايوه يا عم دول كتير. ايه ده كتير قوي. انت بتحوشهم؟ ماشي يا عم. هتدي الادم اخوك ولا مش هتديله؟ اديله. يلا حطهم بقى في العصالة واقفلها. شاطر شاطر. لهم بصوا الحصاله بتاعتي. انا بحوش فلوسي. ايوه بص لهم قول لهم ما تنسوش الاشتراك في القناه. بص دوسوا ايه؟ لايك. شاطر. قول لهم يلا باي باي. اديهم بوسه يلا.